امبارح اسم رضوى الشربيني تصدر الترند، وده طبعا من بعد تكريمها بجائزة الإعلامية الأكثر تأثرا في منتدى شيكان، وطبعا كان ليها تأثير كبير جدا، وان هي قادرة لرائدات الأعمال واللي أقيم أمس بنسخته السابعة في القاهرة. والمنتدى اختار رضوى بسبب دعمها لقضايا المرأة وتسليط الضوء عليها من خلال برامجها. وخلال حفل تكريمها اتكلمت رضوى حول البدايات في مسيرتها الإعلامية وازاي اشتغلت على تطوير نفسها، وكمان وجهت رسالة لكل السيدات علشان يشتغلوا على نفسهم وما يخافوش أبدا من الظروف، وناس كمان تقف معاهم وما تقفش في وش أحلامهم. ومن أكتر الفيديوهات اللي كانوا فايرل لما طلعوا معاها بناتها على المسرح، وكانت very emotional في الكلمة اللي قالتها. وفي أوقات حلوة زي دلوقتي، thank you for Shikan. I love you way more. ذكرت قوي شيكان، عجبني قوي شيكان. هي تقدر، حتى لو ما كانتش متخيلة انها تقدر، هي تقدر بالمثابرة وبالإيمان بالله وبالشغل على النفس. يعني تفاعل رضوى مع أي موضوع بيخص المرأة أكيد مش غريب ولا جديد عليها، وهي طبعا معروفة بمواقفها الجريئة اللي بتعرضها في بعض الأحيان للهجوم من الأشخاص، زي ما حصل معاها من فترة لما حكت في برنامجها هي وبس عن موضوع فوائد أن البنت تكون سنجل في فترة الفالنتاين، وده طبعا اللي خلى محمود مهدي طليق من عرفة يهاجمها بكلام قاسي جدا. وإحنا طبعا في ندوة امبارح سألناها عن الموضوع ده، وده كان ردها. ما عرفوش وما شفتش يعني رضوى معروف عنها عادة ردود أفعالها وحتى كلامها اللي بتقوله في أي موضوع بتتكلم فيه معروف إنه بيبقى فايرل وبيتعمل عليه ميمز وفيديوز كمان على تيك توك، زي مثلا الفيديو اللي عمله أحمد السعداني ونشره من كام يوم، ولما سألناها عن ردة فعلها على الموضوع ده كان جوابها. أنا اللي أحبه ده بتاعي أنا بس، لا أقدر أبص لراجل يخص ست تانية لأنه يخصها، ولا حد يجي جنب أحمد صديقي وليه معزة كبيرة عندي وعشرة عمري، وأمل الله يرحمها زوجة أحمد كانت أنتمتي وولاده أولادي، وأنا يعني أحمد السعداني عارف كويس قوي إن يعني على قلبي زي العسل، مفيش مشكلة خالص. وغير رضوى الشربيني كمان شارك في الحلقات النقاشية لشيكان هدى المفتي والسيناريست مريم نعوم وبطلات مسلسل مدرسة الروابي الأردني.